السلام عليكم أصدقائي، سأشرح لكم كيف تحول نفسك إلى الأنمي من خلال الكاميرا، كاميرا الكام أو الويب كام. لتفعل ذلك طريقة سهلة جدا، تحتاج إلى برنامجين. البرنامج الأول اسمه فيرود ستوديو، هذا هو البرنامج تقوم بتعديل فيه شخصيتك كما تريد. مثلا عندما تفتح البرنامج ستجد هنا إعدادات الوجه، ثم الشعر، ثم الجسم، ثم الملابس والإكسسوارات إلى غير ذلك. المهم عندما تنتهي تضغط على export as VRM. إذن نيجي الخيرة من كسر التحول تجينك الرسوم هذا ذلك سيعطيك هذا. لما كنت تضغط على export بطبيعة الحال، ثم هنا سيطلب منك أن تكتب هذين المكانين فقط. تكتب هنا التايتل اسم وهنا اسم آخر فقط، ثم تكتب ثم تضغط export بالأسفل. تدرتي الخيرة، تختار المكان، سأسميه بسم الله الرحمن الرحيم الحوايج النينجا، اضغط سيف ونذهب مباشرة الى البرنامج الثاني. تنتظر طبعا ان يتم التسجيل. اذا كنت مصمم تستطيع ايضا تصميم الملابس كما ترى هنا، لو ضغطنا مثلا على الاوتفيت مثلا، اذا ضغط مثلا على هنا يمكنك الضغط على edit texture من هنا المكان. من هنا مباشرة تستطيع أن تقوم بتصميم لباسك الخاص مثلا كما ترى. يمكنك أن ترسم أن تصمم لباسك كما تريد بهذا الشكل. لديك الأدوات التي تستعملها إلى غير ذلك. نفتح الآن البرنامج الثاني بكل سهولة، هو اسمه VC Face كما ترون. VC Face سيعطيك هذه هذا المكان، تضغط على Add زائد مثلا، ثم تختار الملف الذي قمنا بوضعه أو استخراجه من البرنامج الأول، ثم تضغط Open، ثم سيظهر معك هنا تضغط عليه هكذا، ثم تضغط Start وهكذا. ثم هنا ستضغط على هذين الاثنين Mirror Motion and Track Lip Motion. وهكذا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ أنا الآن معكم كما ترون هذه الطريقة بكل سهولة. طبعا من هنا كذلك لديك Setting تضغط عليه والGeneral Setting، يمكنك تعديل الإعدادات كما تشاء أو بنفس هذه الإعدادات كي لا تواجه أي مشكلة. هذا كل ما في الأمر. لا تنسى تضغط اشتراك للفيديو يا صديقي. كذا قال خير دايت ما ديستما هنا تعلبا حويا النونات. يا الله يزري الزلزال يا ربي السلام. الزلزال 2023 واللي مرتدتو يا ربي السلام. الزلزال يا صاحبي يا ربي السلام. هنا تعلبا سكرت الإجراءات كي ضغط الجاب ومدنا صاحبي اللي وري وجن مدنا الدازين الدرس مباز صاحبي ترى المسؤولين دارنا غير وعلى محرم. الزنزان ضرب المغرب وبعض المسؤولين لا يتركون الناس تساعد بعضها. يا إلهي هذا حقا هذا شيء مزعج جدا. ويجمع أويت مارن طلب الرحمة كله واللي يموتني نحز الزال المساكن نحمر كل المساكن هذا زني سامح ربي